بإنجاب القادة العظام حين يحدق بهذه الأمة الخطر وتتكاثر عليها نوائب. إن هذه الأمة أيها السادة تواجه العديد من القضايا الملحة مثل الأزمة السورية المستمرة منذ 3 أعوام والقضية الفلسطينية بالإضافة إلى البيت العربي الذي ربما يحتاج إلى ترتيب أوضاعه وفقا لآليات عمل جديدة تواكب المتغيرات التي طرأت عليه، إلى جانب أمور سياسية أخرى ستكون على طاولة قادة الدول في قمة الكويت. لحظات أيها السادة، وسوف يستقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد في هذه اللحظات أيها السادة، يصافح ويعانق حضرة صاحب السمو أمير البلاد فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته المشارك في أعمال القمة 25 التي تعقد بمشيئة الله غدا في دولة الكويت. نشاهد وإياكم أيها السادة فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة يصافح كبار مستقبلي في المطار الأميري، ونشاهد وإياكم الآن فخامة الرئيس معانقا ومصافحا كبار مستقبلي في المطار الأميري. فأهلا ومرحبا بفخامة الرئيس في بلده الثاني الكويت. إن الكويت أيها السادة كانت وما زالت تبذل عبر قيادتها السياسية ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد جهودا عظيمة لتوحيد الصف العربي وسد ثغراته. ولابد هنا أن نشدد على أهمية القضية الاقتصادية باعتبارها سلاحا فاعلا في عالم يتخلى إلى حد كبير عن جبهة الحرب ليفتح جبهة الاقتصاد التي عظم تأثيرها حتى أصبحت معيارا لرفعة الأمم وكذلك معيارا لتقدمها. مشاهد حية أيها السادة نقولها لحضراتكم من المطار الأميري حيث رافق حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ضيفه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة. ويتوجه مع حضرة صاحب السمو الآن إلى القاعة الرئيسية في المطار الأميري لأخذ قسط من الراحة وتبادل الأحاديث الودية مع حضرة صاحب السمو وكذلك الحديث حول أهم القضايا التي سوف تناقشها هذه القمة وكذلك المستجدات التي طرحت على القمة العربية. في هذه اللحظات أيها السادة نشاهد وإياكم حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله مرحبا بضيفه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي. إن هذه القمة أيها السادة تعد من القمم الهامة جدا حيث عرف عن دولة الكويت حسن التنظيم والإدارة في كافة المؤتمرات العربية والعالمية، كما أن دورها مميز في مساعدة العديد من الدول. لقد أعرب العديد من الصحفيين وأيضا السياسيين والمراقبين العرب عن يقينهم بنجاح هذه القمة بقيادة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وكافة المسؤولين الذين أخذوا على عاتقهم
مساعدة الأشقاء واستمرار التعاون بهدف الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف. إن انعقاد أيها السادة القمة العربية في الكويت يشكل فرصة مهمة لمعالجة أوضاع العلاقات العربية وإزالة الشوائب التي تعكر صفوها وتنقية الأجواء العربية نظرا للسياسة الرصينة والرشيدة التي تنتهجها دولة الكويت من خلال خبرة وحنكة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. التضامن من أجل مستقبل أفضل هي القمة الأولى التي تعقد على أرض الكويت. القمة تنعقد أيها السادة في ظل ظروف غاية في الدقة إقليميا وعربيا ودوليا يتشابك فيها الهم الوطني لدولنا مع العديد من المخاطر والتحديات الإقليمية والدولية. ما زالت أيها السادة ننقل لحضراتكم عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت مشاهد حية لاستقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة. فأهلا ومرحبا بك يا فخامة الرئيس في أرض الكويت الحبيبة. إن دولة الكويت أيها السادة تسعى جاهدة بأن تكون القمة انطلاقة متميزة تراعي المتغيرات الإقليمية والدولية وأيضا تثبت الصلة الوثيقة والروابط العديدة بين الدول العربية جمعاء، كما ستحرص على لم الشمل وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. إن قمة الكويت أيها السادة ستكون أيضا محطة مفصلية لتصحيح مسار هذه المسيرة من خلال مشروع تطوير الجامعة العربية. في هذه اللحظات أيها السادة يرافق سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة، حيث سيتوجه فخامة الضيف إلى مقر إقامته في قصر بيان عبر الموكب الرسمي الذي أعد لفخامته من قبل الديوان الأمري. في هذه اللحظات أيها السادة يغادر فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة المطار الأمري متوجها إلى مقر إقامته في قصر بيان. فأهلا ومرحبا بضيف دولة الكويت.